السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام عبر شاشة المجد اللي عودتنا على البرامج الممتعة والشيقة. أنا دار أنكم متفاجئين، لكن اليوم لازم تعرفون كل شيء ولا تقول خلي العين عنك تقول. نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق مع أحلى وأجمل وأغلى مشاهدين. قبل ما أتكلم عن تفاصيل برنامج عارفينا مع الجمهور، بس سمعنا هات حزينة يا عبد الله، لأنه راح أعلن عن الخبر اللي راح يفاجئ كثير من اللي تابعنا واللي أحبوا هذا البرنامج اللي أطل علينا كل سبت. لقمة العيش صعبة يا جماعة الخير، قدمت في برامج عدة في عدة قنوات، حاولت إني يعني أقدم على كم قناة، المجد احتضنتني اليوم عشان أقدم السبت غالي علي. فصحيح أنهم فنشوا رياض خبران، ولكن صعب الموقف، وأحاول أني أحل مكانه، ولكن خلاص وقف لهات. مشاهدينا متابعينا، لقمة العيش صعبة زي ما قلت، لكن مع الجمهور، مع حبيب القلب، مع رفيق الطفولة، مع الممتع الدائم اللي دائما يشغلنا بالمقالب اللي ما ادري شلون. خلونا احنا وياكم نرحب بالعسل رياض خبران، اعطونا الرهجة وسمعنا يا عبد الله. يلا هلا هلا سعيدين نطلع عليكم في يوم السبت. يوم السبت هذا غالي علي يا جماعه الخير. يعني المجد قال سووا لنا بروفه، ايش دعوه؟ طب تاريخ الاعلامي قال اقول سووا بروفه ولا اكثر. رياض انا اعتذر، انا اعترف، يعني اعترف اعتراف انه المجد حطتنا في موقف محرج. برنامجك هو برنامجك، لكن انا تعرف لازم اشد حيلي. ما في مشكلة، يعني انا اول شيء انا حددتني الظروف وانقلبت. انا يعني سعيد جدا اول شيء اني اكون يعني ضيف خفيف ظل عليك ان شاء الله ابراهيم في برنامجك. لا كان برنامجي، يعني ان شاء الله اني اقدم يعني شيء جيد. صحيح يعني كنت واقف هنا اول، الحين صرت كيف ما ادري. شكرا ابراهيم، شكرا على كل اللي قدمته، شكرا لانك حتى تشخيصه قريبه من شخصيتي. حسيت التوقيع نفسه ترى توقيع؟ لا ما وقعت شيء. اي طيب بالنسبه يعني رياض الموقف صعب، انا داري الساعه زي بعض الساعه بعد. اي ساعه اي انا ساعه الفجر، انت ساعه ايش؟ العصر. طيب اوكي نكمل، نعتذر عن اقول سام ارجع مكانك الاصلي بس هنا. اوف تعال مكانك بس، نقطع العلاقه، نقطع العلاقه. برنامجي هذا موقع باسمي يا شيخ، حقوق الطبع محفوظه. اوكي معيد تعال هنا. يلا سام اخر حلقه لي، تحسب يعني اخر حلقه يعني خلاص ارجع مكانك ابراهيم. بس وانت رايح كثر الفضايح. لا وش هو؟ لا انا صح اني طلعت من جروب البرنامج. أوف. بس اني مو باني تقطع العلاقه، اقطع العلاقه مره انك والله رحبوا معاي بضيفنا، بس بعد الفاصل نقول اسفرت وانورت بالمعيدي. يلا صديق زي ما قال والله صديق الطفولة، يعني مواقف أنا وياه طويلة وكثيرة وصغيرة في مسرح واحد أيام مواب أفكار، ذكريات الكابتن صالح العريض الله، والمسرح التفاعلي اللي كان في المهرجانات الله، ذكر إبراهيم يعني الذكريات الجميلة هذه. والله يا أخي رياض أنا يمكن في كثير من الناس اللي ما يدري العشرة الإعلامية اللي عشناها هناك مع بعض. يعني برامج إعلامية، بدايتي أنا وهالعسل الجميل الماثل أمامكم بداية. شكرا لوفائك، شكرا الله يسعدك لطيب قلبك. بعيدا عن التطبيل والمزايدة، تتذكر يوم كان في برنامج إذاعي؟ الله أضحك مع غير البشر. تدري أول برنامج إذاعي قدمته أنا ورياض قبل تقريبا 12 سنة. أول مرة نشوف برنامج إذاعي في السطح، ولا أتفضحنا رغم أنه كان يطلع الهواء مباشرة، كان يسجل في السطح. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.